الهيئة قامت بالتدخل العاجل وصرفت إلى يومنا هذا في عام ونص على خاطر الاعتمادات اللي تم التدخل العاجل جاتنا في آخر فيفري 2016، دونك من احسبوا من آخر فيفري للتوى، دونك أببري يعني أقل من عامين، أقل برشا من عامين، صرفت الهيئة 2.5 مليون دينار للتدخل العاجل هذي، منهم 60% تدخل اجتماعي و 40% تدخل طبي، والمجموعة اللي توا معتصمة تمتعت بهذا التدخل. كانت تحبوا قائمة اسمية نعطيوها للجنة العفو التشريعي العام، يعني ندوها لكم، تدخلت الهيئة لفائدتها. أما يحب تعمل تعويض توا ما نجموش، ما عندناش الحق إذا كان هذا هو المطلب. سمعتوهم؟ إي سمعناها. ساعات وساعات وساعات وساعات، وسيد نائب الرئيس مكلف خصوصا باستقبال الضحايا والاستماع إليهم والاستماع إلى طلباتهم.